استقبل الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أمس بالإقامة الملكية بالحسيمة الجنرال دو كور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الذي سلم للملك كتابا يحمل عنوان القوات المسلحة الملكية مسيرة الوفاء وروح التجديد الذي يبرز الجهود الملكية الموصولة لتحديث هذه المؤسسة العتيدة ويسلط هذا المؤلف الضوء على الجهود التي يبذلها الملك خلال 20 سنة الماضية من أجل تحديث وتطوير القوات المسلحة من خلال تحديث تجهيزاتها وتقوية قدراتها وتحسين ظروف عيش وعمل أفرادها وكذا تعزيز إشعاعها على المستوى الدولي.